التجار في محافظة جرش يشكون من مضاعفة رسوم النفايات على فاتورة الكهرباء في الوقت الذي يواجهون فيه نقص الخدمات. عبء جديد فرض على المحال التجارية في محافظة جرش بعد مضاعفة رسوم النفايات على فاتورة الكهرباء في هذا الوقت الذي تواجه فيه الأسواق ضعف الحركة الشرائية وقلة الخدمات التي توفرها البلدية. الضريبة الجديدة التي فرضت على أصحاب المحلات التجارية أثقلت كاهلهم، آملين من أصحاب القرار إيجاد حل للمشكلة والعودة للسقف القديم. مش مشكلة الضريبة اللي فرضوها على الفاتورة، المهم إنه يكون في خدمات مقابل الضريبة، يعني حراسة ليلية، نظافة بالسوق. غرفة تجارة جرش اعتبرت أن مضاعفة رسوم النفايات على التجار مرة واحدة غير عادلة، خاصة وأن المحال التجارية هي التي ستتحملها، لأن أصحاب البسطات المنتشرة في السوق التجارية لن يدفعوا هذه الرسوم. استغربنا هذا الرفع بهذه القيمة مرة واحدة من 5 دنانير إلى 10، يعني مضاعفته خلال سنة واحدة. بجوز كان الأولى أنه يرتفع تدريجياً، وثانيا يعني هم من يعبثوا في نظافة البلد، بالذات سوق جرش التجاري اللي هم البسطات والبكامات المتجولة، وهؤلاء لا يرضخون لدفع لا رسومات ولا غرامات ولا حتى تراخيص ولا أي نوع من أنواع التكلفة المالية عليهم. بلدية جرش اعتبرت أن قيمة الرسوم على المحال التجارية الصغرى منخفضة كونها لا تنتج نفايات بحجم كبير يومياً مقارنة بالمولات والمحال الكبيرة التي تنتج الأطنان من النفايات يومياً. البلدية بين خيارين، إما إبقاء رسوم النفايات الثابتة كما هي، وبالتالي كل محل صغير سواء كان محل خلوي أو محل سوفينير أو محل صياغة الذهب بدفع مثله مثل المولات التجارية الكبرى، أو نتجه إلى موضوع الوزن، وهذا هو إنصاف لأهل المدينة ولتجار المدينة وللمحال التجارية، بحيث أنه لا يجوز ضمن أي أساس أو منطق أنه المول التجاري ومحلات الجملة الكبرى ومصانع ومشاغل الحلويات تدفع على فاتورة الكهرباء مثلها مثل المحلات الصغرى اللي ما بتنتج من 4 إلى 5 كيلوغرام يوميا نفايات. التجار يطالبون بتوزيع عبء الرسوم الجديدة على جميع العاملين في السوق التجارية لضمان استمرارية العمل وحماية محلاتهم التجارية.